بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنكمل الآن، وحيكون الحديث في الدرس السابع عن National Electric Code Article 690.7، والذي سيكون الحديث عن الماكسيموم فولتج في أنظمة الطاقة الشمسية المرتبطة بالشبكة. الماكسيموم فولتج نتكلم احنا هنا عن الهايست اوبن سيركت فولتج. فاحنا زي ما تكلمنا في السابق عن انه الاوبن سيركت فولتج هي اعلى فولتج في اللوحة الشمسية في حالة الاوبن سيركت. فالناشنال الكتريك كود ارتكل 690.7 يهتم بهذا الموضوع، بحيث انه نحدد ما هي الماكسيموم فولتج اللي نحصل عليها عند توصيل الواح شمسية بشكل متوالي سيريز وعند أقل درجة حرارة. فتكون أقل درجة حرارة هي التي ستؤخذ في الاعتبار لحساب الماكسيموم أو هايست أوبن سيركت فولتج، وكذلك على عدد الألواح الشمسية موصلة بشكل متوالي، أو بناء على المانيفاكتشرر ريتنج فور دي سي دي سي كونفرتر. يعني أحيانا يكون اللوحة الشمسية متصل بها بشكل مباشر أوبتمايزر اللي يعمل ماكسيموم باور بوينت تراكينج على السولار موديول ليفل، وبعدين يطلع لي فيكست دي سي فولتج، ثم تتوصل الدي سي أوبتمايزر سيريز إلى الإنفرتر. فالمانيفاكتشر ريتنج فور دي سي دي سي كونفرتر راح يكون هو الماكسيموم اوبن سيركت فولتج لنا. ففي الناشنال الكتريك كود النظام الامريكي، اذا كان 1 and 2 family dwellings فيكون limited to 600 voltage دي سي ماكسيموم. فالكود حد الانظمة الشمسية بحيث انه ما يتجاوز في القطاع السكني اللي يتكون من عائلة او عائلتين زي الدوبليكس مثلا، المبنى ما يتجاوز الجهد للأنظمة الشمسية عند الأوبن سيركت 600 فولت. فهذا راح يحدنا في عدد الألواح الشمسية اللي حتوصل توالي أو سيريز. إذا كان other building نتكلم عن 3 family dwellings أو larger residential أو commercial building، فإن الجهد راح يرتفع حسب الكود إلى 1000 فولت دي سي، فبالتالي نحصل على عدد أكبر من الألواح الشمسية المتصلة على التوالي. وهذا طبعا كل ما حصل عندنا الجهد يكون أعلى من ناحية الدي سي، كل ما قلل تكاليف الأجهزة المصاحبة. فإذا زاد الفولتج معناته نحصل على عدد أقل من صفوف الألواح الشمسية المتصلة توالي، فبدل ما نحصل على 3 صفوف سنحصل على 2، وهكذا. فإذا كان عندنا 5 صفوف حتنزل إلى 3 صفوف. فالتوفير حيحصل في أجهزة الحماية، بحيث إنه الكومباينر بوكس ممكن ما نحتاج كومباينر بوكس، ممكن ما نحتاج سيركت بريكر أو فيوزز عند في الدي سي سايد، فبالتالي يخفض علينا تكاليف الأجهزة المصاحبة. فراح نشوف هذا بعدين مستقبلا في التصميم. في الجراوند ماونت سيستم الفولتج يكون أقل أو يساوي 1500 فولت دي سي. هذه طبعا do not need to comply with part 2 and part 3 of article 490 اللي هي حدت الفولتج إلى 1000 فولت. ففي الجراوند ماونت سيستم الفولتج ممكن يوصل 1500 زي اليوتيليتي سكيل الآن 1500 فولت دي سي. فطبعا هذا راح يخفض علينا برضو التكاليف في سمك الكيابل المستخدمة وتكاليف البروتكشن سيستم. فنتكلم عن الاوبن سيركت فولتج اللي هي الفولتج ات اوبن سيركت. نجي لارتكل 690.7A الماكسيموم فولتج فور بي في سورس سيركتس اند اوتبوت سيركتس. فعندنا لحساب الماكسيموم فولتج لصفوف الالواح الشمسيه نحتاج ان نستخدم 3 اوبشنز حسب الكود. اما ان نستخدم
المانيفاكتشرر انستراكشنز، وهذه راح نحل اكزامبل عليها بقى في السلايد اللي يلي هذا، او نستخدم تيبل 690.7A فور كريستالين سيليكون موديلز، وهذا يعتبر كونزرفاتيف فاليوز. اللي حيحصل انه الجهد هنا حيكون اعلى من الواقع، فبالتالي حيحدنا بعدد محدود من الالواح الشمسيه متصله توالي. فمثلا هنا ممكن نحصل انه مسموح لنا نحصل على 20 لوحه شمسيه توالي، هنا ممكن حتنزل الى 18. فكل ما قلت كل ما كان يعني هذا افضل الحل. طبعا هذا يكون real data، هذا conservative data انه اسوأ احتمال وبعيد عن الواقع يعني. فنشوف الطريقتين احنا بعدين. اذا كان generating capacity عندنا اكبر من 100 كيلو واط او يساوي 100 كيلو واط، فهنا نحتاج professional engineer يستخدم industry standards method، وهذه ممكن نتطرق لها في الكوميرشال سكيل ديزاين. فلازم يكون واحد بروفيشنال انجينير يعمل الديزاين ويحسب الماكسيموم فولتج بناء على الاندستري ستاندردز، ويتحتاج ستامب من بروفيشنال انجينير. طيب ارتكل 690.7A فيه انفورميشنال نوت، احنا هنستخدم اشري داتا، والآشري داتا هي حنستخدم lowest expected ambient temperature design data، والآشري low will be exceeded 50% of the year. يعني إنه lowest temperature اللي حنستخدمها من الآشري داتا حتكون 50% من الوقت حيتم تجاوزها في خلال السنوات. ف طبعا اللي حيحصل انه طيب انا ممكن احنا عارفين انه كل ما قلت درجة الحرارة كل ما زاد الجهد الفي اوبن سيركت للوحة الشمسية. طيب هذا حنلاحظ انه اللي الفولتج اللي حنحصل عليه لازم يكون اقل من الجهد، سواء 600 فولت للف 1 اور 2 دويلينج فاميلي دويلينج في القطاع السكني على النظام الأمريكي، أو يكون أقل من 1000 فولت دي سي. فإحنا نحتاج أن نحسب الـ V open circuit maximum open circuit voltage using ASHRAE data عند الـ lowest temperature بناء على الـ ASHRAE low temperature. الـ ASHRAE هنا يقول 50% من الوقت يتم تجاوز، يعني درجة الحرارة تقل أقل من هذه temperature. statistically من ناحية إحصائية حسبوها ووجدوا إنه during higher radiance it's quite often that you will not have low cell temperature. إحنا عارفين إنه الشمس إنه أقصد أقل درجات حرارة ممكن قياسها تكون في ساعات الليل لما ما يكون في الشمس، لكن لما تطلع الشمس وترتفع ارتفاع معين بحيث انه يصل الاشعاع الشمسي الى 200 واط في متر مربع، وهو الواط اللي راح يشتغل عنده الانفرتر، ما حيكون درجة الحرارة اللوست، راح تكون درجة الحرارة اعلى بشيء بشكل ملحوظ من اللوست تمبرتشر. فهذه تعتبر طريقة يعني عملية جدا. كذلك يجب الإشارة إلى أن اللوحة الشمسية الأوبن سيركت فولتج لها ما حتكون زي ما هو موجود في الداتا شيت، حتكون أقل، لأن الجهد مع الزمن للوحة الشمسية حينخفض، ويسمونه degradation انخفاض أو تضاؤل في قيمة الجهد مع السنوات اللاحقة لما يكون جديد مقارنة بلما يكون جديد. فنجي المثال يعني extreme minimum، هذه الآشري داتا، خليني أحذف هذه
لما أدخل على الموقع هذا بحيث أني أحصل على الأشري هذه يسمونه Expedit Permit Map، وأدخل على في أمريكا لازم يكون عندهم هذا مستخدم في حساب الماكسيموم فولتج بناء على الانفورميشن النوت. فلما أدخل على الموقع هذا حروح أختار المدينة اللي أنا أسوي فيها التصميم، ومثلا أنا في قاعدة أصمم في أورلاندو فاختار أورلاندو سانفورد إيربورت، تطلع لي هذا الجدول. الإكستريم مينيموم هذه هي اللي أستخدمها بناء على الناشنال إلكتريك كود 690.7A اللي هي إنفورميشنال نوت هذه. فاللوست إكسبكتد أمبيانت تمبرتشر فور ذيس سايت إز يوزد، this number should be used for the calculation for maximum system voltage. فحختار درجة الحرارة 1 درجة مئوية. نجي الآن لمقارنة الأشري low temperature مع الأكشوال temperature للمدينة. فنجي مثلا لمدينة زي بوسطن، الأشري low temperature extreme minimum ناقص 17 درجة مئوية، بينما lowest recorded temperature throughout history آخر 100 سنة كانت ناقص 34 درجة مئوية. فنجد أنه الفرق تقريبا النص، ناقص 14 درجة، وهذا فرق كبير. الجهد الـ V open circuit بناء على الـ Ashery low هتكون أقل بكثير من لو استخدمت method number 2، لأن يعني في فرق 17 درجة. نجي مثلا لمدن أكثر صيفا، نجي لمطار مثلا، نجي لميامي مثلا مدينة، بناء على الأشري لو حتكون 5 درجات مئوية المينيموم، بناء على lowest recorded temperature حتكون 0 درجة مئوية. فحيكون الفرق نوعا ما ملحوظ ما بين الأشري اللي هي method number 1 والميثود number 2. وهكذا نجي للمثال example 1. عندي أنا موقع، والموقع هذا عبارة في أريزونا، أو خلنا نقول في أورلاندو نفسه اللي قبل شوية أنا تكلمت عنه، وحستخدم اللوحة الشمسية هذه. اللوحة الشمسية فيها الإلكتريكال سبيسيفيكيشن التالية، عندي الباور ماكسيموم at standard test condition 305 واط اللوحة الشمسية، عندي الـ MPPT voltage at standard test condition 35، عندي الـ current at maximum power point 8.5 أمبير، عندي الـ open circuit voltage at standard test condition يعني عند 25 درجة مئوية 1000 واط في المتر المربع هتكون 45.29 فولت. طيب أنا بستخدم الآن بحسب الماكسيموم فولتج بناء على الناشنال إلكتريك كود 690.7A، فحستخدم الأشري إكستريم مينيموم ميثود نمبر 1. درجة الحرارة كانت في أورلاندو 1 درجة مئوية في أشري. طيب حستخدم الـ V open circuit، بحسب الآن الماكسيموم open circuit فولتج لهذه اللوحة الشمسية، فأقول الـ V open circuit maximum هتكون الـ V open circuit at standard test condition STC زائد الـ V open circuit at standard test condition في الـ temperature coefficient at open circuit اللي هي هذه -0.311% لكل درجة، في الـ cell temperature ناقص الريفرنس تمبرتشر اللي هي 25، فأجي أحسبها فتكون عندي درجة الفولتج at maximum power point الفولتج at open circuit 45.29 زائدا 45.29، التمبرتشر كوفيشنت حقسمها على 100.311 نقسمها على 100 فتصير -0.00311 في الـ T cell. إذا كان درجة حرارة الجو أقل من 25
فما يحتاج أسوي temperature correction للسيل temperature، فتكون الأمبيان temperature تساوي السيل temperature، فحتساوي 1 ناقص 25، فتعطيني 48.67 فولت. نلاحظ أن الجهد زاد مع انخفاض درجة الحرارة عن 25. طيب لو استخدمنا lowest recorded temperature لأورلاندو، تروح للنت تدخل جوجل تكتب lowest temperature at Orlando أو الموقع اللي أنت فيه، فتلقى مثلا أقل درجة تم قياسها خلال 100 سنة ماضية، 80 سنة ماضية، 70 سنة ماضية، 50 سنة ماضية، حتجد أنها مثلا -8 degrees. فنلاحظ أنه في فرق حوالي 9 درجات. أول كانت بناء على آشري 1 درجة، بناء على lowest record history temperature -8، ففي فرق 9 درجات. فنحسبها الـ V open circuit عند الحالة هذه، فنعوض بالأرقام، فنحط -8 -25، فتعطيني تقريبا 50 فولت، ففي فرق حوالي 1.3 فولت لكل لوحة شمسية. طيب الآن إذا كان أنا عندي منزل وأبغى أركب عليه نظام شمسي، وعندي أنا النظام الشمسي عبارة أحتاج 12 لوحة شمسية من هذه، يعني حوالي 3.6 كيلو واط، فهو ماتش ماكسيموم فولتج حيكون عندي للنظام هذا؟ هل هذه الفولتج فيوليت ناشونال إلكتريك كود 690.7A؟ لازم نتأكد أنها أقل من 600، لأن هذا النظام في أمريكا. في السعودية حيكون 1000 واط وليس 600. فالـ V open circuit voltage أضرب 12 ضرب الفولتج اللي أنا طلعتها 48، فتطلع 584 فولت دي سي، أقل من 600، فأنا أوكي أقدر أحط 12 لوحة شمسية سيريز. طيب لو استخدمت النوع الثاني اللي هو هذا 49، بناء على حسابات lowest temperature، فحلاحظ انه 12 في 49 almost يعني 600 فولت، فانا في يعني almost في الـ risk range. الى الان انا اموري اوكي، فما في اي مشكلة. طيب لو استخدمنا نفس الاكزامبل هذا using method number 2 اللي تكلمنا عنها، نستخدم table 690.7A for crystalline silicon modules، وهذه conservative values لنفس اللوحة الشمسية، وهذه table 690.7A من National Electric Codes 2017. فنلاحظ انه انا كان اول 1 درجة بناء على العاشري، فاجي هنا 1 درجة انا ما بين 0 الى 4، فالcorrection حيكون للجهد 1.1. فلما أضربها V open circuit 1.1 في 45 في 12 لوحة شمسية سيريز، فأنا الجهد 597.84، وهذه أقل من 600 فولت، فالأمور أوكي من ناحية الديزاين. طيب في الحالة الثانية أنا هختار مثلا lowest recorded temperature، lowest recorded temperature هي -8 ما بين -6 و -10، فأكون أختار 1.14. ف 1.14 ضرب 45.29 اللي هي open circuit voltage في 12 فتعطيني 619. في الحالة هذه هتكون 619 أقل من lowest، أقل من 600 فولت، أكثر من أكبر من 600 فولت. في الحالة هذه تعتبر مشكلة، لأني أنا فايوليت ناشنال إلكتريك كود 690، فلازم أني أقلل العدة الواحة الشمسية اللي سيريز إلى 11 لوحة سيريز، فأحتاج أتخلص من لوحة شمسية. طبعا هذه ما يعملونها، ولكن تعتمد على المدقق لأنظمة الطاقة الشمسية، وأنا كمدقق في الغالب هعتمد على النوع الأول العاشري
لأنه more reasonable more practical. هذا more conservative. طيب لو كان عندي DC-DC converter، ما هي DC-DC converter؟ DC-DC converter كما هو واضح في الصورة، هذا يتثبت خلف اللوحة الشمسية، هنا يتثبت خلف اللوحة الشمسية، سواء لوحة واحدة أو لوحتين حسب حجمه كم واط. في بعضها تجي 250 واط، 280 واط، في بعضها توصل إلى 600 واط أو 700 واط. فلو هذا 700 واط ممكن يشيل لوحتين 305 واط. هذا إيش يعمل؟ هذا يعمل MBBT tracking، بحيث إنه extract الباور عند الماكسيموم باور بوينت، فنحصل على الهايست انرجي. عادة كفاءتها 98 إلى 99.7%، almost 100%. loss is very low. طبعا ايش يسوي؟ بغض النظر عن جهد اللوحة الشمسية، هو حيطلع الفولتج عند الماكسيموم باور، فأنا حاعتبر الماكسيموم فولتج للدي سي دي سي كونفرتر هي الماكسيموم فولتج اللي نحتاج نحددها بناء على ناشونال إلكتريك كود 690B. فهذا not temperature dependent، ما يعتمد على temperature، لأنه حيعطيني دائما maximum voltage بناء على data sheet. إذا كان فقط single DC DC converter، the maximum voltage will be the converter maximum voltage. فأنا لو رحت للداتا شيت وقال لي إنه الماكسيموم ريتد فولتج أوتبوت من الدي سي دي كونفرتر مثلاً 35 فولت، فأنا هعتبرها هذه الماكسيموم فولتج. طيب for more than single DC DC converter connected in series follow the manufacturer instruction manual. فلو أنا عندي 10 ألواح شمسية متصلة كل واحدة لدي سي دي سي كونفرتر، والدي سي دي سي كونفرتر هذا يطلع لي ماكسيموم 35 فولت دي سي، فأنا الماكسيموم فولتج حتكون 35 ضرب 10 ف 350 فولت دي سي. لو أنا عندي 12 لوحة شمسية موصلة كل واحد على دي سي دي سي كونفرتر، هضرب 12 في الفولتج اللي يحددها 35، فتصير حوالي 425 فولت، وهذه أقل من 600 فولت، فأنا في السيف سايد. غالبا الأوبتمايزر دي سي دي سي كونفرتر تتوصل سيريز وبعدين تتوصل في الانفرتر، فهذه إحدى التوبولوجي تستخدم دائما لزيادة كفاءة الـ extracting الباور من الألواح الشمسية، فيزيد إنتاج الإنرجي مقارنة لو كانت موصلة دايركت للإنفرتر نفسه سنترال إنفرتر. طيب إذا كان عندي أنا لوحة شمسية أحتاج بناء على ناشونال إلكتريك كود Article 110.3 and Article 690.4B إنها تكون listed and labeled. إيش معنى listing and labeling؟ راح نشوف. Equipment must be installed and used in accordance with any instruction included in the listing or labeling. فلو اللوحة الشمسية listed or labeled, they have to be tested and listed for PV application by nationally recognized testing laboratory. ما هي nationally recognized testing laboratory؟ زي الـ UL underwrite writing laboratories SA TUV CE وغيره من الـ IEC من الـ listing or labeling testing laboratory. فيتم اختبار هذه الألواح الشمسية ولستد as this type of device is used for PV application وكان withstand
مثلا الفاير كود والبيلدينج كود والالكتريكال كود المطلوبة. فالترمينولوجي تستخدم في الناشنال الكتريك كود زي listed and or labeled. لما أقول listed indicate compliance with appropriate standards UL standard, IEC standard, TUV standard, whatever يعني أي واحدة منها. listed published in a list, فعندي أنا list للوحة الشمسية وللاختبار هذا فتكون هي published in listing. labeled فتكون الإكويبمنت with marking يعني فيها الليبل إنها UL 703 مثلا. must be acceptable by authority having jurisdiction, هذا مثلا الدفاع المدني البلديات, إنه تكون هذه المعايير مطلوب مثلا ساسو في السعودية, Saudi Arabian Standard Association, إنه recognized acceptable. وidentified, identified equipment recognizable as suitable for specific purpose as related to a particular code requirement. فمثلا من احدى ال requirements انه انا لو ابغى احط اللوحة الشمسية فوق السطح, والسطح هذا بناء على الفاير كود انه لازم تكون كلاس, السطح مثلا كلاس A فاير كود, فلازم اللوحة الشمسية تكون كلاس A ما تكون كلاس B أو C, لازم تكون كلاس A. لو كان المبنى كلاس B لازم اللوحة الشمسية تكون كلاس B أو كلاس A, فيكون فيها مكتوب إنها كلاس A فidentified for used, يعني إنه هذه suitable للمبنى فاير كلاس. فهذه هذا المعنى. حندخل في بعض الأمور الأخرى المتعلقة بالترمينولوجي هذه. نجي للوحة الشمسية الآن.